أستاذ طارق، يمكن قبل الفاصل اتكلمنا على فكرة الفصل التعسفي أو إنهاء العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل أو المنشأة. القانون إيه المطلوب منه حاليا في النقطة دي؟ يعني المفترض نص عقد العمل يتغير، يضاف لي بنود جديدة علشان يضمن حق الطرفين؟ الحقيقة أنا شايف من وجهة نظري العملية أن قانون 12 كان بيحل المعضلة الكبرى في حالة التوازن في بين العلاقتين، والوضع اللي قائم ده اللي هو حالة الفصل التعسفي أو حالة الإنهاء العمل من جانب العامل أو من جانب صاحب العمل، أنا شايف أنها منظمة بشكل جيد، ومشروع القانون ما عملش فيها تغيير على فكرة، ومش مطلوب التغيير، ومش مطلوب تغيير. هو عمل تغيير طفيف، يمكن أضاف نقطة أنه في حالة إنهاء التعاقد، وهي حالة غير حالات الفصل التعسفي، وكان بدون مبرر، فيلتزم صاحب العمل أنه يدفع شهر عن كل سنة من سنوات، شهر مقابل سنوات العمل السابقة. بس هنا المشكلة، لأن العامل بيروح المحكمة وبتطول بقى القضايا، مش بيحصل على حقه. هو طبعا لا، هو بيحصل على حقه، والمحاكم بتحكم بتعويض جيد جدا، وفي حالات الفصل التعسفي في أرقام كبيرة جدا بتتحكم بيها بال 200,000 و300,000 و500,000 يعني، ودي أحكام قضائية صادرة من المحاكم العمالية والمستأنفة في الاستئناف بهذه الأرقام، وبيبقى العامل عنده مثلا مرتبه 3,000 جنيه، 4,000 جنيه، 5,000 جنيه في الحدود ديت، وبيتحكم له برقم جيد في حالات الفصل التعسفي. الإضافات اللي موجودة في القانون الجديد أنا رأيي أنها ليست جوهرية. الحالة اللي موجودة بقانون 12 حالة جيدة ما فيهاش أي مشكلة، وحالة استقرت. العامل اللي عرف حقوقه وصاحب العمل عرف واجباته، لما بيحصل إنهاء للتعاقد بصورة أو بأخرى، لأن احنا اتفقنا أنه ما فيش عقد مؤبد، لما بينتهي هذا العقد صاحب العمل بيدفع طواعية ما عليه، ولو ما دفعش العمل بيروح المحكمة، والمحاكم بتحكم بمنتهى السرعة. عظيم. يعني ما بقتش الصورة بتاعت زمان ان احنا بنقعد في المحكمة في قضية عمالية 10 سنين و15 سنة زي زمان. دلوقتي بتاخد وقت، طبعا احنا محتاجين تكون اسرع. الميزة اللي موجودة في المشروع انه عمل حاجة اسمها المحاكم العمالية المتخصصة، ما بقتش مجرد دوائر في المحاكم، لا، دي محكمة قائمة بذاتها، متخصصة في القضايا العمالية، متخصصة حتى في الجنح والمخالفات اللي مخالفة قانون العمل إن صاحب العمل خلفه، متخصصة أو مسؤولة عن تنفيذ الأحكام اللي بتصدر من هذه المحاكم، يعني بناء قضائي بالكامل. ده ميزة الحقيقة موجودة في القانون. مش معنى كده أن قانون 12 كان بيطبق من محاكم غير متخصصة، لا، كان في دوائر اسمها الدائرة العمالية في المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئناف، لكن كيان قائم بذاته ده الجديد. يعني هو الجديد، بس إنه توسع فيه وأعطاه تدقيق وتنظيم يعني أكثر وضوحا. لكن أيضا بنقول يعني هل الأمر يقتضي إن احنا نعمل تشريع جديد؟ ده العلامة الاستفهام اللي بتخلينا يعني كمتخصصين نقول لا، احنا ما كناش محتاجين هذا التشريع، كنا محتاجين بعض التعديلات اللي تجرى في جلسة ولا اتنين ونخلص من القصة ديت.